لم تغب تطورات ملف ترسيم الحدود البحرية عن أسئلة الإعلاميين خلال جولة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في المطار للاطلاع على التحضيرات لانطلاق الموسم السياحي، فوعد أنه لن يتقاعس بدعوة مجلس الوزراء عند الضرورة، وأعلن أنه سيجتمع برئيس الجمهورية لاتخاذ الخطوات اللازمة. نحن بتعرف أنه حكومة تصريف أعمال وبتصريف الأعمال أمور محصورة، ولكن أمام أمور وطنية أساسية لن أتقاعس أبدا بدعوة مجلس وزراء عند الضرورة، وأنا سأكون عندي اجتماع قبل نهاية الأسبوع مع فخامة الرئيس لحتى نشوف الخطوات اللازم تتأخذ. وهون أنا كمان منشدتي للجميع أنه نحن اليوم عم كل واحد عم يجادل خط 23 وخط 29. خط 29 أصلا من طرح هذا الموضوع كان في عنده جلسة بمجلس النواب وقال هذا خط تفاوضي. فنحن اليوم أنا شخصيا مني مستعد أني أقوم بأي عمل ارتجالي أنه لا سمح الله يعرض لبنان لأي مخاطر. بدوره العميد بسام ياسين رئيس الوفد التقني العسكري المفاوض بملف ترسيم الحدود البحرية، كان حذر عبر منشور على الفيسبوك الدولة اللبنانية ودعاها إلى تعديل المرسوم فورا لأنه انتهاك آخر للحدود اللبنانية، واستغرب كيف أن السلطة تتفاجأ بما يجري بموضوع سرقة ثروة لبنان البحرية ومن ثم تعلم بها فقط عبر الإعلام، وقال إن الأغرب أنها تسأل أين تقف سفينة الإنتاج FPSO، هل شمال الخط 29 أو جنوبه، وكأنها لا تعلم أن إنتاج النفط والغاز سيتم من كامل حقل كريش الذي يقع جزء كبير منه شمالي الخط 29 بغض النظر أين ستقف هذه السفينة. والأغرب من هذا أضاف العميد ياسين أن هذه السلطة ستتفاجأ بانتقال سفينة أخرى للحفر تدعى ستينا آيس ماكس والتي تحفر حاليا في حقل كريش بمحاذاة الخط 29 وستنتقل بعد أيام قليلة للحفر شمال الخط 29 في حقل كريش وفي بئر يدعى KN01 المبين في الخريطة المرفقة. فأنا أقول هذا كي لا تتفاجأ هذه السلطة كما تفاجأت بالخط 29 الذي كان موجودا في أدراجها منذ عام 2011.